مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف 11 علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الثاني. ما زلنا نستكمل حديثنا أعزائنا الطلاب عن الوحدة السادسة، الأحماض النووية والوراثة، وننتقل إلى الحديث عن الدرس الثاني RNA وبناء البروتين. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، يجب أن تكون قادرا على أن تذكر المقصود بالترجمة وأن تشرح دور RNA في بناء البروتين وأن تعدد خطوات عملية الترجمة. في حديثنا اليوم عزيزي الطالب، لدينا مجموعة من المفردات مثل بناء البروتين، الترجمة، النسخ، RNA الرسول، RNA الناقل، RNA الريبوسومي، الكودون، وأيضا لدينا الكودون المضاد. كلمة اليوم عزيزي الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيزي الطالب: ما المقصود بالترجمة؟ للإجابة على هذا السؤال، افتح كتاب الطالب صفحة 55 واقرأ الفقرة الأولى. ما المقصود بالترجمة عزيزي الطالب؟ يغادر mRNA النواة بعد انتهاء عملية النسخ ويدخل إلى السيتوبلازم، ثم يرتبط بالريبوسوم لتبدأ عملية الترجمة. يتكون الريبوسوم من وحدتين، إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة، ويضع الريبوسوم mRNA على موقع التفاعل بين وحدة rRNA الكبرى اللي هي الجزء العلوي والوحدة الصغرى وهي الجزء السفلي، ومن هنا تبدأ عملية الترجمة. الترجمة عزيزي الطالب هي عملية تفسير معلومات mRNA لبناء البروتين. كما سبق أن ذكرنا، تتم عملية بناء البروتين في خطوتين. الخطوة الأولى هي عملية النسخ وتحدث داخل النواة، حيث يتم بناء الـ RNA أو mRNA بالتحديد بمساعدة إنزيم RNA بوليميريز داخل النواة. وعندما يتكون mRNA الناتج من عملية النسخ، ينتقل عبر الثقوب الموجودة في الغلاف النووي ويمر إلى السيتوبلازم. في السيتوبلازم تبدأ العملية التي نشرحها اليوم، وهي عملية الترجمة. تتم عملية الترجمة بواسطة ثلاثة أنواع من الأحماض النووية الريبوسية: mRNA وRRNA وtRNA. في البداية عزيزي الطالب، نتحدث عن mRNA. mRNA كما سبق أن شرحناه، هو تتابع من النيوكليوتيدات تحتوي على اليوراسيل بدلا من الثيمين، وطبعا هي نيوكليوتيدات حمض نووي ريبوزي فتحتوي على سكر الريبوز، وهو شريط مفرد. mRNA هو شريط مفرد يبدأ من الطرف 5 شرطة بكودون البدء AUG، ويتكون mRNA في النواة بعملية النسخ. ويبدأ mRNA كما سبق أن قلنا من الطرف 5 داش بكودون البدء AUG، وهو أيضا كودون يرمز إلى الحمض الأميني ميثونين. ينتهي mRNA عند الطرف 3 داش بواحد من ثلاثة كودونات، هي كودونات توقف، قد تكون UAA كما نرى، وقد تكون UAA كما نرى، وقد تكون UAG، وقد تكون UGA. هذه الثلاثة هي كودونات بدء، يكفي أن يوجد واحد منها عند الطرف 3 شرطة من الحمض النووي الريبوزي mRNA حتى يوقف بذلك عملية الترجمة. تمثل كل ثلاثة نيوكليوتيدات عزيز الطالب على mRNA كودونا يرمز لحمض أميني. تتابع الكودونات على mRNA هو الذي يحدد ويمثل تتابع الأحماض الأمينية في البروتين الذي سوف يتم بناؤه بواسطة الريبوسوم أثناء عملية الترجمة. يغادر mRNA النواة بعد انتهاء عملية النسخ ويدخل إلى السيتوبلازم، ومن ثم يرتبط بالريبوسوم كما ترى عزيزي الطالب، حيث تبدأ عملية الترجمة.
ما هي وظيفة mRNA عز الطالب؟ وظيفته كما هو من اسمه mRNA الرسول، هو ينقل الشفرة الوراثية من DNA في النواة إلى الريبوسوم في السيتوبلازم. هذه وظيفته، نقل الشفرة الوراثية من DNA في النواة إلى الريبوسوم في السيتوبلازم كما شرحنا. لدينا سؤال عزيزي الطالب، ما المقصود بعملية الترجمة في خلايا الكائنات الحية؟ هي عملية تفسير معلومات mRNA لبناء البروتين. أي مما يأتي يمثل عملية تفسير معلومات mRNA لبناء البروتين عزيزي الطالب؟ هذا هو تعريف عملية الترجمة. أي مما يأتي لا يؤدي دورا في عمليات الترجمة؟ جميع جزيئات الحمض النووي الريبوزي تلعب دورا مهما في عملية الترجمة، بينما الـ DNA ليس له دور في عملية الترجمة عزيزي الطالب. أي من العضيات الآتية هو المسؤول عن عملية الترجمة في سيتوبلازم الخلايا الحية؟ أي من العضيات الآتية هو المسؤول عن عملية الترجمة في سيتوبلازم الخلايا الحية؟ العضيات المسؤولة عن الترجمة وبناء البروتين في سيتوبلازم الخلايا الحية هي الريبوسومات. انتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس، أي مما يأتي ينقل الشفرة الوراثية من DNA في النواة إلى الريبوسوم في السيتوبلازم؟ هذا هو mRNA، هو المسؤول عن نقل الشفرة الوراثية من DNA في النواة إلى الريبوسوم في السيتوبلازم. ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى الحديث عن النوع الثاني من الحمض النووي الريبوزي الذي له دورة مهمة جدا في عملية الترجمة، وهو rRNA. يتكون rRNA في النواة بعملية النسخ، شأنه شأن أي نوع من أنواع rRNA. ننظر عزيزي الطالب إلى هذا الشكل الذي يوضح النواة. هذه هي النواة، وهذا هو الغلاف النووي الذي يحتوي على ثقوب تسمح بمرور بعض المواد من وإلى النواة. وهنا داخل النواة تحدث عملية النسخ ويتكون جميع أنواع rRNA، ولكن rRNA عندما يتم نسخه من أحد الجينات في النواة لا يمر عبر هذه الثقوب ولا يتجه إلى السيتوبلازم مباشرة، ولكنه يتجه إلى داخل النواة نفسها في مكان يسمى النوية. هذا المكان داخل النواة يسمى النوية، حيث لا بد أن يدخل rRNA بعد نسخه داخل النواة، يتجه إلى النوية حتى يدخل في تركيب أحد العضيات الصغيرة التي تسمى الريبوسومات. يتكون الريبوسوم الذي سوف يتم بناؤه داخل النواية والتي هي داخل النواة من rRNA. الريبوزوم عندما نراه عزيزي الطالب يتكون من وحدتين، وحدة صغيرة ووحدة كبيرة، ولكن عزيزي الطالب هاتين الوحدتين تكون منفصلتين بعيدتين عن بعضهما، ولا تتحدان ولا تجتمعان إلا عندما يبدأ هذا الريبوسوم في العمل. وما هو عمل الريبوسوم الذي يدعوه إلى أن يربط وحدته الصغيرة بوحدته الكبيرة؟ الريبوسوم هو العضية المسؤولة عن عملية الترجمة عزيزي الطالب. يمر الريبوسوم بعد بنائه بوحدتيه المنفصلتين، الوحدة الصغيرة والوحدة الكبيرة، من ثقوب الغلاف النووي إلى السيتوبلازم، ويبدأ الريبوسوم في الارتباط. هذه الوحدة الصغيرة للريبوسوم وهذه الوحدة الكبيرة، وهذا هو جزيء الـ mRNA عزيز الطالب، ويبدأ الريبوسوم عمله بقيامه بعملية الترجمة. ما هي وظيفة الـ rRNA عزيز الطالب؟ يقوم الريبوسوم الذي يحتوي على الـ rRNA بوضع mRNA على موقع التفاعل بين وحدتي الـ rRNA والوحدة الكبرى والوحدة الصغرى، ويعمل rRNA في الريبوسومات عمل الإنزيم حيث يسهل تكوين الرابطة البكتيرية بين الأحماض الأمينية، ومن ثم يسهل حدوث عملية الترجمة وبناء البروتين. ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب للحديث عن tRNA، وهو نوع من أنواع الحمض النووي الريبوزي يسمى الحمض النووي الريبوزي الناقل. وظيفته أنه بعد أن يتكون في النواة بعملية النسخ يكون بهذا الشكل، يلتف tRNA حول نفسه، وقد يحدث تزاوج بين القواعد بتكوين روابط هيدروجينية على السلسلتين أو على السلسلة عندما تلتف حول بعضها. يمر من النواة إلى السيتوبلازم، ولديه موقعان هما اللتان تساعدان
هذا الجزيء من الار ان اي على القيام بوظيفتين. اولا موقع الارتباط بالحمض الاميني، هذا الجزء هو موقع الارتباط بالحمض الاميني. تذكر هذا الطالب ان تي ار ان اي يقوم بنقل الاحماض الامينيه من السيتوبلازم الى الريبوسوم عند طلبها حتى تشارك في تكوين البروتين، فلا بد ان يكون لديه موقع يساعده على الارتباط بالحمض الاميني الذي هو متخصص في نقله او حمله داخل السيتوبلازم. ولدينا ايضا موقع اخر يسمى موقع مضاد الكودون، والذي يرتبط مؤقتا بكود الحمض الاميني على mRNA عند ارتباطه بالريبوسوم اثناء عمليه التركيب. ما هي وظيفه tRNA؟ ينقل الاحماض الامينيه في السيتوبلازم الى الموقع الصحيح على الريبوزوم بناء على تسلسل القواعد في mRNA أثناء عملية الترجمة. ملحوظة عزيزي الطالب، لكل حمض أميني tRNA الخاص به، كما يقترن tRNA بالحمض الأميني المرافق له في أعلاه، يقترن أيضا مضاد الكودون الموجود عند الطرف الآخر لجزيء tRNA بالكودون تبع الحمض الأميني الموجود على جزيء mRNA. ما هي خطوات عملية الترجمة عزيزي الطالب؟ تبدأ عملية الترجمة عندما ترتبط وحدة الريبوسوم الصغرى بـ mRNA. هذه وحدة الريبوسوم الصغرى ترتبط بـ mRNA من الطرف 5 شرطة، حيث يوجد كودون البيت AUG عزيزي الطالب. ويأتي tRNA الذي ينقل الحمض الأميني ميثونين من السيتوبلازم إلى الريبوسوم حتى يرتبط مضاد الكودون على tRNA بالكودون على الـ mRNA، ومن هنا تبدأ عملية الترجمة. ترتبط وحدة الريبوزوم الكبرى بعد ذلك بالمعقد، ويتحرك الريبوزوم إلى الكودون التالي على mRNA. ينقل tRNA الحمض الأمين الثاني في البروتين من السيتوبلازم إلى الريبوزوم حتى يرتبط مضاد الكودون على tRNA بكودون الحمض الأمين الثاني على mRNA، ويعمل RNA في الريبوزوم عمل الإنزيم حيث يساعد في تكوين الرابطة البيبتيدية بين الأحماض الأمينية أثناء عملية الترجمة. ويتحرك الريبوزوم إلى الكودون التالي وتتكرر الخطوات السابقة وتبدأ سلسلة عديد البيبتيد في الاستطالة. يستمر الريبوزوم في التقدم على طول mRNA، ويرتبط كل كودون بالكودون المضاد على tRNA، وتستمر عملية الترجمة حتى يصل الريبوزوم إلى أحد كودونات الوقف الثلاثة التي سبق أن ذكرناها UAA أو UAG أو UGA، وبذلك تنتهي وتتوقف عملية الترجمة. ماذا بعد؟ تتحرر سلسلة من الأحماض الأمينية في الخلية، ويمكن لهذه السلسلة أن تلتف حول نفسها وتكون بروتينا كاملا، أو تنضم هذه السلسلة مع سلاسل أخرى لتكون جزيئا واحدا من البروتين، ولكنه معقد ويقوم بوظائف متخصصة. لدينا سؤال عزيزي الطالب، أي من ما يأتي ينقل الأحماض الأمينية في السيتوبلازم إلى الموقع الصحيح على الريبوزوم بناء على تسلسل القواعد في mRNA أثناء عملية الترجمة؟ هذا هو tRNA الذي ينقل الأحماض الأمينية عزيزي الطالب. ننتقل بعد ذلك إلى أي مما يأتي يدخل في تركيب الريبوسوم. هذا هو الحمض النووي الريبوزي الريبوسومي أو rRNA، الحمض النووي الريبوزي الريبوسومي. ننتقل بعد ذلك إلى أي مما يأتي يعمل عمل الإنزيم حيث يسهل تكوين الرابطة البيبتيدية بين الأحماض الأمينية. هذا هو الحمض النووي الريبوزي الريبوسومي rRNA. أي مما يأتي يمثل نوع الرابطة التي يساعد في تكوينها rRNA أثناء عمل الترجمة. هذه عزيزي الطالب تذكرها دائما، الرابطة التي تربط الأحماض الأمينية أثناء عمل الترجمة هي رابطة بيبتيدية. تذكر عزيزي الطالب أن الرابطة بيبتيدية. بالاستعانة بالشكل الآتي والذي يوضح دور tRNA أثناء عملية الترجمة، أجب على الأسئلة الآتية. حدد نوع الجزيء A. الجزيء المشار إليه بالرمز A عزيزي الطالب هو جزيء mRNA. اكتب ما تشير إليه الأجزاء A B و D. B عزيزي الطالب يشير إلى كودون، وهو يرمز إلى أحد الأحماض الأمينية حيث يوجد الكودون على mRNA، بينما هنا عزيزي الطالب هذا الجزء دي يرمز إلى مضاد الكودون، وهو مقابل للكودون ولكنه موجود على tRNA، وهو يوجد كجزء من الحمض النووي الريبوزي الناقل tRNA، ويؤدي إلى قيامه بوظيفته في نقل الأحماض الأمينية وإدراجها ضمن سلسلة عديد البيبتيد أثناء عملية الترجمة بواسطة الريبوزوم في السيتوبلازم. باستخدام جدول الكودونات استنتج اسم الجزيء إيه.
من جدول الكودونات عزيز الطالب إذا نظرنا إلى الجزيئي، الجزيئي هو أحد الأحماض الأمينية. كيف نتعرف عليه عزيز الطالب؟ لديك عزيز الطالب كودون هذا الحمض الأميني، يمكن لك أن تنظر إليه والمشار إليه بالرمز B وهو GAG. إذا ذهبنا إلى جدول الكودونات والذي سبق أن شرحناه عزيزي الطالب في تذكر GAG، انظر إلى جدول الكودونات GAG، انظر إلى G ثم A ثم G. GAG عزيزي الطالب يرمز إلى الحمض الأميني جلوتيميك. إذن هذا هو الحمض الأميني الذي يحمله هذا الجزيء من tRNA، حمض أميني جلوتيميك. ماذا يحدث عندما يصل الريبوزوم إلى الجزء C؟ انظر عزيزي الطالب بالاستعانة أيضا بجدول الكودونات، سوف تجد أن UAG هو كودون التوقف. ماذا يحدث عندما يصل الريبوزوم إلى كودون التوقف؟ تنتهي عملية الترجمة وينفصل الريبوزوم عن mRNA وتنطلق سلسلة عديد الببتيد، وبذلك تكون قد انتهت عملية الترجمة وبناء البروتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.